بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم عن كل حاجة وبالأمانة وبالاحتياط، ومش عايزين نزعل اي حد مننا. للرياضة والسباقات، سباقات الحمام. هنتكلم النهاردة عن سباقات الحمام. سباقات الحمام خلي الأرزاق على الله، ويكون السواق اللي واخد الحمام يكون عنده ضمير ويسيب الحمام كله مرة واحدة، يعني يفتح للحمام كله مرة واحدة، ما فيش واحد ناقص، ما فيش واحد بعد، ما فيش واحد قبل، لازم يكون كله دقيقة واحدة، يكون كله مع بعضه. الحاجات ديت انا جاني عنها خبر ان فيه ناس بترمي الحمام قبل المسابقة، وده حرام حرام. يعني خلي الارزاق على الله، انت وحظك، طلع حمامك الاول خلاص انت الاول، التاني خدت التاني، التالت، الرابع، وهكذا. في اي وقت لكل شيء نصيب وكل شيء رزق من عند الله. احنا بنشجع السباقات، بنشجع الرياضة، بس لازم يكون فيها امانة عشان محدش يتظلم ولا حد يبقى مظلوم، يبقى كله عنده قبول. كسب عنده قبول، ما كسبش عنده قبول، يبقى كل واحد ايه يعني راضي بما قسم له. الحمام بتاعك كسب، اوكي. الحمام بتاعي كسب، اوكي. الحمام بتاع التاني كسب، اوكي. يلا كله دقيقة واحدة. لكن اللي انا سمعته ان يعني مش كويس، مش كويس، مش كويس. فانا بنقول يا جدعان، لازم السباقات تكون كلها في وقت واحد، وما فيش حد يرمي بعد حد او قبل حد، لا، لازم كله في وقت واحد، ولازم كله يكون ساعة دقيقة واحدة، علشان دي حاجات أمانة، وأمانة على المتسابقين. الحمام الزاجل والحمام الحلو والحمام الطاير والحمام هذا وهذا وأنواع يعني. فربنا يبارك لكم ويقويكم، يعني خليها كلها تكون يعني سباقات واحدة، مش سباقات قبل سباقات وسباقات بعد سباقات، لا. عايزين يكون كله راضي، كله مرتضي بما قسم له، وما فيش حد يزعل، سواء كسب سواء خسر، ده نصيبه. فاللي أرجاه منكم ان انتوا ان شاء الله يكون السباقات يعني في دقيقة واحدة، ويفتح للحمام في دقيقة واحدة، وما فيش واحد عالي وواحد واطي، كله زي بعض، كله اخوان، كله حبايب. علشان كده يا حبايبنا عايزين ما تزعلوش الناس منكم، ما تزعلوش الناس منكم. ربنا يبارك لكم ويديكم الصحة والعافية ويعافيكم ويعفو عنكم. كان النهاردة الكلام عن سباقات الحمام، وعايزين كله إن شاء الله يشجع، والحمام يعني سباقاته كويسة، ودي أرزاق، بيغرموا كتير وتعبوا كتير، يعني ما بيتعب ويجيب دواء ويجيب قطرة ويجيب بتاع ويجي هو يكون خسران، ليه؟ زمايله رموا قبليه. ما ينفعش، ما ينفعش، كله لازم يرمي مع بعضه. وانا هروح مع بتوع الحمام وهشوف الاقفاص وهشوف فتح الحمام، وهتاكد تاكيد تام، بحيث ان يبقى كله مرضي. حوامديه، البدرشين، ام خنان، شباب ام خنان، اي حد يبقى كله مرضي، علشان ما فيش حد يزعل من حد. وان شاء الله النوبه الجايه علينا وعليكم بخير لو كان في العمر بقيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.